عليكم ومرحبا بكم في يامات العيد. دائما كنلتجئوا للشهيوات الرفاعه اللي كيكونوا مميزين باش كنستقبلوا الحباب ونفرحوا بهاد الايام المباركه. غادي نشوفوا طريقه ديال تحضير الكتف ديال الغنمي، غادي نخضروه بالمشمش مع السل بالليمون. بالنسبه للكتف ديال الغنمي غادي نطيبوه على الطياب ديال الطريقه ديال المقلي، غادي نصبوه بالبصله شي شويه مزايد، غير وكان داك البصيله باش تجينا مدغمره محكوكه كناخذوا تقريبا القيمه ديال جوج بصلات كبار، كنحكوهم في الحكاكه الغليظه. عندنا كتف ديال الغنمي هذا تقريبا ديال 6 ديال الناس، عندي جوج ديال الضروس ديال الثومه حتى هما محكوكين. غادي ندير سكينجبير، غادي ندير البزار الابيض، وغادي ندير كذلك زعفران شعره، ما غاديش نستعمل الخرقوم وعويد ديال القرفه. غادي نبداو ان شاء الله تنصبوا. بالنسبه للبصله الفكره ديالها غادي نديروها كتقلى بوحدها حتى كيولي اللون ديالها غادي للذهبي، حتى كيذهب كيبدا طالع منه واحد الريحه بحال ديال الشكل ديال البصله معسله. غادي نديروا الزيت نباتيه عاديه لانه من بعد غادي نضيفوا السمن تقريبا قيمه 4 ديال المعالق كبار، وغادي ننزل هذه الكميه كلها ديال البصله محكوكه بالماء ديالها، ما غاديش ياخذ بزاف ديال الوقت في الطياب، فبالتالي انا بحاجه لذاك الميه ديال البصله باش يلاه كطيب لي البصله وتجيني معلكه خاصها تولي دايره بحال لا كريم. غادي ندري عليها شويه ديال الملحه ونخليها تنزل. بالنسبه للتخليطه ديال التوابل فيها البزار الابيض مع شويه ديال البزار الكحل، سكينجبير بزايد، حكيت الثومه، جوج ديال الفصوص، دقيت زعفران شعره بعد ما سخنته، وليت خلطت هذه المكونات كامله بشويه ديال الماء، فلحت شي شويه الكتف ديال الغنمي ودخلت لها في داك الفلحات شويه من هاد التتبيله ديال التوابل، خليت داك البصله حتى ولات ذهبيه. غادي نضيف لها الكتف اللي رقدت هنايا في التتبيله بالاضافه لا مارينات ديالو والقياس ديال الماء بطبيعه الحال اللي غادي يطيب فيه الكتف ديال الغنمي. غادي نزيد السمن وغادي نزيد القزبر مقطع، وما نساوش بطبيعه الحال حنا غادي نخضروا الكتف بالمشمش مع السل، كنديروا واحد العويد صغيور ديال القرفه يعطينا الطيبه ديال الحلاوه المريقه، كيزيد عاد يركز لينا الحلاوه ديال البصله. بالنسبه للمشمش يابس فانا خديت ليمونه عصرتها، حكيت قشره ديال الليمونه في الطنجره فين غنعسل المشمش، درت المشمش، درت له قيمه معلقه كبيره ديال السكر سنيده، انا هنا عندي تقريبا قيمه 300 غرام ديال المشمش يابس، درت له معلقه كبيره راها كافيه لانه العصير ديال الليمون حلو. ضفت ليه العصير ديال الليمون ونص كاس صغير ديال الماء، خاص المشمش يطيب غير القياس اللي خاصو على عافيه مهيله باش يلا كيتشبع بداك النكهات ديال البرتقال بالاضافه للعويدات ديال القرفه اللي زدت في الاخر. هنا تنخليه على عافيه مهيله، العافيه كتكون غير داك الفتيله، تنخليه على عافيه مهيله كيبقى كيتشرب وبداك الصهد كيتنفخ وكيجي معسل كيجي غزال، والحلاوه ديالو هي هذيك وكيجي من السم كيف ما قلت بالطيبه ديال الليمون مع الطيبه ديال القرفه كيجي هائل. هنا بالنسبه للطنجره اللي فيها الكتف ملي كتغلى السر ديال النجاح ديالها هو اننا كننزلوا، انا هنا عندي لابلاك الكتريك غادي ننزلها على ثلاثه ما بين ثلاثه حتى لاربعه بعد ما كتغلى، كنقفل عليها مزيان باش ما يخرجش داك الصهد وكتبقى كطيب غير بالصهد. الا كان عندكم البوطه ديال الغاز كتخليو غير داك الفتيله كتمشيو بحال باغيين تقفلوا البوطه وكتخليوها غير كتبدا داك الفتيله خفيفه غير كتغلى كتقفلوا عليها مزيان وتخليوها كطيب على الفتيله. غادي نخلي العناصر بجوج كيوجدوا كيف ما قلنا، المشمش عافيه مهيله حتى كيتعسل، الكتف عافيه مهيله حتى كيطيب وكيولي داير بحال الزبده، كنحيدوه من الطنجره وكندغمروا ديك لاصوص حتى كتوقف في صوص خاطره بزاف. عندي هنايا البيض ديال السمان باش غادي نزوق وشويه ديال اللوز اللي فركت وقليت، وغادي نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا الشكل ديال هذا الطبق اللذيذ والجميل كيفاش كيجي. هاد الشهيوه كتجي معتبره كثير شي في هاد الايام ديال العواشر، كنتمنى لكم شهيه طيبه وعواشر مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى ووصفات جديده. الى اللقاء.